السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدي الكرام، مشاهدي قناة حكيم حجر، لا زال السفر ولا زال البحث طويلا، ولا زال عدم التوقف هو سيمتنا قناة حكيم الحجر، دائمة البحث رغم أن هناك طرقا يجب أن نعيشها. كما ترون هنا حجر مختلف، حجر جميل، حجر فيه مميزات قريبة من النيازك. الأحجار الكريمة هي عالم يجب البحث فيه ويجب البحث عليه في جميع الأماكن، لأنه هو سمة الأساس وهو الركيزة الأساسية لتكويننا وتكوين الأرض عموما. وكما ترون دائم البحث عن الأحجار في جميع الأماكن وتحت جميع الظروف. فكما ترون هناك أماكن يصعب البحث فيها، وقد يقول الإنسان بأنه مستحيل أن تتواجد هذه الأحجار أو تكون في أماكن معدومة، ولكن الأحجار بطبيعتها هي منبع للتآلف ومنبع للتواجد في أماكن مثل هذه، أماكن قد عمل عليها بعض البشر وبعض الشركات للبناء، فتراهم يقومون باستخراج بعض الأحجار التي قد تكون هي منبع البحث. كما ترون هذه الحجر، انظروا إلى شكله، قد استخرجه بعض عمال هذه الشركة التي تعمل على البناء. انظروا إلى هذا الحجر وشكله، انظروا إلى هذا الإبداع الرباني. سبحان الله، حجر جميل، حجر رائع جدا. وهناك الكثير من الأحجار التي أوصيكم بالبحث عنها. كما ترون هناك أحجار طبيعية 100%، قد يجدها البعض ويرميها، ولكن هي بعد صقلها وبعد العمل عليها طبعا تجدها رائعة الجمال. انظروا هذه الأحجار الطبيعية 100%، أحجار تشكيلها وشكلها وتكوينها هو في الغالب من الكوارتز، وهذا الكوارتز العجيب الذي يميز الأحجار الجميلة. هناك الكثير والكثير من الأحجار، هناك ما ترون كذلك. سبحان الله،
طبقات من التكوين لسنوات عدة، قد أخرجت لنا هذه الأحجار الجميلة والجميلة جدا. عالم الأحجار لا يمكن أن يقف عند حجر واحد أو أحجار قليلة، ولكن هو عالم مختلف وعالم شاسع. وعند السفر وعند البحث وعند المشي، فعليكم أن تقوموا بالتركيز على أبسط الأحجار، ولو كان حجرا صغيرا فعليكم البحث، وعليكم البحث والبحث الدائم، لأن الأحجار هي شيء لا متناهي في الجمال وفي التكوين وفي الكبر والصغر. فلا أخفيكم أن كل الأحجار أعطيها قيمة لتبقى هي المحرك الأساس لطموحنا. فقناة حكيم حجر، عندما قمت بإنشائها كان الهدف الأساس وهو تغيير الرؤية لذاك الحجر الذي يراه الكثير منكم أنه حجر جامد، ولكن هو يحمل في طياته روحا، وباعتباره كائنا حيا هذا يشجعنا على البحث الدائم. فهذا الكائن الحي دائم التغيير، دائم التغيير ودائم التحول، وهذا التحول هو ما يعطيه قيمة في المستقبل. فقد ترى حجرا عاديا، وكثيرا من الأحيان تجد ذلك، ولكن بعد الصقل وبعد الاحتكاك وبعد عوامل التعرية تجده يتغير لونه وشكل لونا وشكلا. سلام. الآن أمطار الخير تتساقط، ولا أخفيكم أن لإيجاد حجر كريم أو شبه كريم وجب عليكم الصبر، وجب عليكم البحث في أماكن كهاته، أماكن تكثر فيها الأحجار وتتنوع، ولكن عليكم بالصبر لأنكم تحاربون وتواجهون طقسا مختلف، طقسا يحمل بردا يوما ويحمل حرا يوما ويحمل عواصف أيام. لذا لا تيأسوا، وأقول هذا الكلام دائما في قناة حكيم الحجر، لا تيأسوا، وابحثوا وابحثوا وابحثوا، لأن دخول مجال الأحجار ليس سهلا وليس في متناول الكل، بل هو يعتمد على الصبر، الصبر و البحث الدائم والتنقيب الدائم. وأنا خرجت في هذا الجو لسبب مهم، وهو أن الأحجار عندما يلامسها الماء تعود إلى طبيعتها الأصل، فتجد آنذاك أحجارا قد عادت إلى أصلها ولونها الأصلي. وعند البحث في أثناء سقوط المطر وبعد بزوغ الشمس آنذاك تجدون أحجارا على حقيقتها،
هذه المعلومة جد مهمة. فللبحث عن الأحجار وجب اعتماد آليات، ومن ضمن هذه الآليات وهو الماء. فالماء هو المحرك الأساس، وهو الأداة الأساس لمعرفة حقيقة الحجر الذي نبحث عنه. فعند هطول الأمطار وتساقط تلك الحبيبات المائية على الأحجار، آنذاك تكتشفون حقيقتها، ترون بأن هذه الأحجار أصلية أم ذاك اللون فقط هو صباغة من تراب وماء. سبحان الله، هناك أمطار تتساقط وأثرت أن أرحل معكم في هذا الجو لتعرفوا أن قناة حكيم الحجر تريد أن تعرفكم بمجال الأحجار، وبأن هذا المجال هو مجال طويل الأمد، والبحث وللبحث وجب الصبر، وجب مواجهة كل العواصف والأعاصير، والبحث في أماكن لم يصلها كثير من الناس. ما قلت لكم أن المطر يساهم في إظهار حقيقة حجر، انظروا إلى هذا الحجر، إلى هذا التكوين الرباني، هذا التكوين الطبيعي لهذا الحجر الضخم والكبير. فالمطر يعطينا حقيقة الأحجار، وعند تساقطه سبحان الله نرى الحجر على حقيقته، ونراه يلمع بحبيبات الكريستال أو غيرها كما ترون هنا. هذا الكوارتز الرائع، هناك الكثير والكثير من الأحجار كما ترون هنا. فعند البحث عن الأحجار ما عليكم سوى التركيز والعمل على البحث والبحث والبحث، لأن الميزة الأكبر أحجار الكريمة والشبه كريمة، وهو البحث الدائم. لا تقفوا ولا تملوا، ولا تقولوا بأن الطبيعة لا تحمل حجر، وأن بعض الأحجار الباهظة الثمن توجد فقط في أماكن بعيدة. الأحجار هي في كل مكان، نعم هي في كل مكان، والزبائن عندما يريدون حجرا لا يسألون عن أصله أو عن منبعه، بل يبحثون عن جودته وجماله وصفائه. وأريد أن أقول لكم معلومة ثانية في هذا الفيديو، وهي دائما ركزوا على شفافية الحجر. كلما كان الحجر شفافا وكان صافيا يكون ذا قيمة مرتفعة. لا تنسوا أبدا هذه المعلومة، الأحجار تقاس بقيمتها وبصفائها وبشوائبها القليلة جدا داخل الحجر. فلا يهم نوع الحجر، ولكن الأهم هو درجة صفائه ونقائه ولونه، وبعد ذلك يأتي الدور على درجة النقاء والصلابة.
أحجار، مختلفة. شكلا ولونا، وقد أظهر الماء حقيقتها. سبحان الله، عندما تسافر في مجال الأحجار تقول بأنك محظوظ، لأنك تبحث عن أشياء جميلة، عن أشياء رائعة، عن أشياء تعطيك نوعا من التحرر الفكري ونوعا من التحرر المعرفي. كما ترون هذه البقعة مليئة بالأحجار، وتساقط الأمطار يزيد من البحث قيمة، ويسهل عليك إيجاد بعض الأحجار الطبيعية والرائعة بلونها الأصلي، لأن كما أسلفت الذكر هناك أحجار يجب الوقوف عندها، وكما ترون هذا الحجر، انظروا إلى جماله وما أظهرته الأمطار من حقيقة لهذا الحجر. سبحان الله، حجر كروي الشكل، جميل المنظر. سبحان الله، هناك أحجار مختلفة كما ترون هنا كذلك، أحجار جميلة، فمنها ما يشبه السلطاني والسليماني والداوودي وحجر الكوارتز. هناك أحجار مختلفة وكثيرة جدا جدا. ما أريد قوله لكم وهو أن لا تملوا ولا تيأسوا، ما عليكم سوى البحث عن الأحجار. انظروا، كما أسلفت الذكر، فالأمطار تظهر لنا حقيقة بعض الأحجار ولونها الأصلي، وهذا يسهل عملية البحث. للبحث عن الأحجار وجب الصمود والصبر الدائم، ونحن أقولها وأعيدها، دائمي البحث عن ما يذهب اللبس عن بعضها، لتتعرفوا عن طبيعتها وتكوينها. ولن نقف أبدا بإذن الله، لأن الأحجار مجال جميل ورائع. وعند المشي والبحث تحس بأنك محظوظ، فأن تتعرف عن الأحجار وأن تجد بعضها، هذا شيء رائع وشيء جميل فعلا. جو رائع، سبحان الله، أمطار خفيفة وأرض طيبة نتمشى عليها بحثا عن مكون أساس
داخل هذه الأرض الطيبة وهو الأحجار. سنبقى دائمي البحث عن بعضها ولن نتوقف بإذن الله، لأن كلما وجدت حجرا غابت عنك أحجار. نعم، تجد نفسك ما زلت في طور البداية. انظروا إلى هذا الحجر، انظروا إلى جماله، سبحان الله. أولا يستحق منا البحث؟ انظروا إلى جماله الرباني وهذا المكون من مكونات الكوارتز وكذا. انظروا 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 إلى جماله. فهذه الأحجار مجال لا ينتهي طبيعة الحال. فعندما نقوم بالبحث ونقوم بتصوير بعض الأحجار لكم، انظروا سبحان الله، الله ما أروع هذا الحجر. وهذا ما قلته لكم، أن تبحثوا عن الأحجار تحت الأمطار، لأنها تأخذ لونها الأصلي وتأخذ لونا طبيعيا يجعل الباحث يبحث عن أحجار. ها هو حجر آخر، انظروا إلى تكوينه، قد أخذ شكلا جميلا بالتعرية وبما قد مر عليه هذا الحجر الجميل الشبيه بكبد الإنسان. انظروا إلى تكوينه وجماله، والماء زاده لونا وجمالا. أعذروني، فرغم المرض ورغم ما أمر به من نزلة برد، أقوم بتصوير هذا المقطع لكم لأني تعمدت أن تعرفوا أن في هذه الفترة وجب البحث عن أحجار جديدة، أحجار تحت الأمطار، لتعرفوا طبيعتها الحية ولونها الأصلي. أحجار كثيرة سبحان الله في أماكن متعددة، أحجار لا تنتهي ووجب البحث عنها وعدم التوقف، لأن التوقف يعني اليأس. ولا يأس مع الأحجار، نعم، اليأس يجب ألا تتوقفوا ولا تيأسوا، ما عليكم سوى البحث عن الأحجار ومكوناتها. سبحان الله، كل أرض طيبة هي مجال للبحث عن الأحجار، كل أرض هي رسالة مشفرة لكم للبحث عن مثل هذه الأحجار. انظروا، السفر دائم وأنا أقولها دائما، والبحث دائم عن حجر جديد وعن حجر مختلف. فعندما
تجد حجرا تحس باكتشاف جديد وسعادة بالغة. لا تساوي لا يمكننا مقياس درجة السعادة، لأنها سعادة كبيرة جدا عندما نجد حجرا، ويشجعنا ذلك على البحث، وحتما سنصل بإذن الله إلى المبتغى، حتما سنصل بإذن الله إلى ما نريد، فقط علينا الصبر والصبر 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 رغم ما قد نلاقيه من أتربة ومن معاناة، ولكن يبقى كل شيء جميلا، فكل شيء هو رائع وجميل عندما نبحث ونقاوم ونسافر ونحيا لحظات مختلفة. فعلينا البحث، والبحث الدائم، وأقولها دائما: ابحثوا عن الأحجار، ابحثوا عن شيء جديد، ابحثوا عن ذات جديدة، ابحثوا عن رحلة جديدة، ابحثوا عن سفر جديد، لتكونوا داخل هذا العالم بأثر جميل. فمثل هذا الحجر كما ترون يستحق منكم البحث، ويستحق الصبر، ويستحق الألم. انظروا إلى هذا الشكل وهذا الاسم المكتوب عليه، سبحان الله. انظروا إلى هذا المخطوط الشبيه باسم الله، سبحان الله. انظروا، سبحان الله، انظروا، حجر جميل. وسأتركه هو مسك الختام لهذا المقطع، ولا تنسوا أبدا أن اشتراككم ودعمكم للقناة هو شرف لنا، وحكيم الحجر بدونكم لا يساوي شيئا، فأنتم المحرك الأساس، ومشاهدتكم ودعمكم للقناة هو شرف دائم. ولا تنسوا أبدا أننا سنصل إن شاء الله معا إلى شيء ما وحجر ما يكون هو سبب تغيير نمط حياتنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.